الملك يعزي الرئيس الجزائري ويذكره بنشأة بوتفليقة المغربية. دعت جلالة الملك محمد السادس السبت برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري إثر وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقد أعرب جلالة الملك بهذه المناسبة الأليمة للرئيس الجزائري ومن خلاله لعائلة الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق عن أحر التعازي وأصدق المواساة حسب ما جاء في البرقية، في وقت يمر البلدان المجاوران بأزمة دبلوماسية خطرة، وبوتفليقة الذي بقي رئيسا للجزائر 20 عاما وسجل رقما قياسيا في مدة الحكم توفي عن 84 عاما الجمعة. وأضاف ملك المغرب في برقية استحضر الروابط الخاصة التي كانت تجمع الفقيد بالمغرب سواء خلال فترة النشأة والدراسة بمدينة وجدة أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر الشقيقة، كما يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث. وقال الملك: علمت ببالغ التأثر والأسى بنبأ وفاة المشمول بعفو الله رئيس الجمهورية السابق بوتفليقة. كانت الجزائر أعلنت في 24 من غشت بشكل غير مفهوم قطع علاقتها الدبلوماسية مع الرباط لاتهامها بارتكال أعمال عدائية بعد أشهر من التوتر بين الدولتين. ورغم ذلك أرسل الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الجزائري يعبر فيها عن حزنه الشديد بوفاة بوتفليقة.